الخاص بالمحليات الأصايل لأبناء القبائل هنا مع الإنتاج والمنتجين. نتابع معكم هذه المسيرة ونسير مع المراكز العشرة الأولى المقررة إذاعتها هنا بانطلاقة وتحديات هذا الشوط. نتابع الصدارة والمقدمة والمركز الأول. يأتي الأسد عبد الله بن سعيد بن تريس الظاهري من ينطلق بالصدارة هو بالمقدمة وبالمركز الأول، بينما المركز الثاني من الجانب الآخر هناك والانطلاق والتحدي مشاهدينا الكرام من ظاهري حارب بن محمد بن حمد بصوب القتبي من ينطلق على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث شاهين هنا حمد بالعصري بالحبة العامري من يأتينا على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع سنيار علي بن سعيد بن خلفان بن حضير بن قتبي مع سنيار من ينطلق على المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس وأرى مرموق لسالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي من يأتينا خامسا والمركز السادس. المركز السادس عزام هنا محمد بن سالم بن حوتة العامري من ينطلق على المركز السادس والمركز السابع. المركز السابع يأتينا تمام عمير بن سيب بن معبد المشغوني هو المنطلق بهذه التحديات وبهذه الإثارة هنا. الوصول من قبل ناصي سويدان بن سعيد بن الضحية العامري هنا منطلق أيضا بهذه التحديات وبهذه الانطلاقات على المركز الثامن. المركز التاسع والقادم هنا ناصي علي بن حمود بن الصغير رينيبي انطلق تاسعا. والمركز العاشر البطل قرين بن علي بن قرين العامري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. نعود مشاهدينا الكرام إلى ظاري، من غير على الصدارة على المقدمة والمركز الأول حارب بن محمد بن حمد بصوب الكتبي من غير على الصدارة وعلى المقدمة والمركز الأول، بينما شاهين في المركز الثاني حمد بالعصري بالحب العامري وعلى المركز الثالث سنيار العلي بن سعيد بن خلفان بن حضيرم الكتبي ينطلق على المركز الثالث. المركز الرابع مرموق السالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي ينطلق على المركز الرابع. والمركز الخامس الأسد عبد الله بن سعيد بن تريس الظاهري من يأتينا على خامس المراكز. هذه هي الخمسة الأسماء الأولى المندفعة بالصدارة وبالمقدمة، بينما الأسماء القادمة عزام القادم محمد بن سالم بن حوتة العامري سادسا والمركز السابع. يأتي تمام هنا عمير بن سيب بن معبد المشغوني من ينطلق مع تمام هنا بهذه الانطلاقات أو تمام هذا الأداء هنا والانطلاقة، بينما من الجانب الآخر يأتي ناصي سويدان بن سعد بن ضحية العامري من يأتي على هذا الانطلاق وعلى هذا التحدي وتاسع المراكز. المركز التاسع ناصي علي بن حمود بن الصغير لينيبي، والمركز العاشر مشاغب راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة.
هي النتيجة والأسماء تتدخل. هناك شاهين محمد بن سالم بن محمد العفاري من تدخل بدوري في هذه الانطلاقة وبهذا التحدي. ها هي إذاعتنا الثانية للمراكز العشرة الأولى في شوطنا ما قبل شوط الختام. شوطنا هنا التاسع عشر الذي ينطلق بهذه التحديات. نعود إلى الصدارة وإلى المقدمة. انظاري لا زال على الصدارة، انظاري على المقدمة وعلى المركز الأول. حارب بن محمد بن حمد بالصوب الكتبي هو المسيطر على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور. بينما سنيار على المركز الثاني، علي بن سعيد بن خلفان بن حضيرة من الكتبي من يأتي على ثاني المراكز. والمركز الثالث، المركز الثالث مرموق من يأتينا على ثالث المراكز بهذه الانطلاقة. هنا مرموق وانطلاقة سالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي، ووصل هنا تمام، وصل تمام بهذه الانطلاقات. عمير بن سيف معضد المشغوني من يأتينا ويتسلل بانطلاقته وتحدياته. المركز الخامس، هنا المركز الخامس شاهين حمد بالعصري بالحب العامري من يأتي بشاهين على المركز الخامس. وسادس المراكز عزام محمد بن سالم بالحوتة العامري من ينطلق هذا الانطلاق وبهذا التحدي. يا سلام، نعود نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المقدمة وضاري، ضاري ضاري المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على صدارة وعلى المقدمة. ضاري المنطلق هنا، حارب بن محمد بن حمد بالصوب الكتبي على صدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. يسيطر بالمقدمة وبالمركز الأول انطلاقته وتحدياته. بينما تمام على المركز الثاني، تمام من يأتي على المركز الثاني هنا عمير بن سيب بن معبد المشغوني من يأتينا على ثاني المراكز بهذا التحديات الأخيرة. السلام، غادرنا الكيلو المتر الأخير هذا الانطلاق وبهذا التحدي. والقادم هنا سراب 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 سيف بن راشد الشعالي العليلي القادم هنا مع سراب بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي. ولكن صدوره الله، التغيير التغيير التغيير. الله الله الله، هنا التغيير تمام، وهنا وانطلاقتي أيضا سراب تمام وسراب تمام وسراب. التحديات الأخيرة، السلوم الله هنا 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 الصدارة. سراب تسلل على الصدارة لسيب بن راشد الشعالي العليلي من انطلق بالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. ينفرد بالمقدمة هذا الأداء الجميل. تهانينا تهانينا من هذه اللحظات هنا على فوز سراب بالمركز الأول. السيف بن راشد الشعالي العليلي، وسلاماتنا هناك لإمارة أم القوين على هذا الفوز وفوز سراب بالمركز الأول. هنينا والناموس على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني وصل تمام عمير بن سيب معبد المشغوني من حل على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث ولحظة وصول ضاري على المركز الثالث، حارب بن محمد بن حمد بصوب الكتبي. بينما المركز الرابع البطل جرين بن علي بن جرين العامري. والوصول من قبل مشاهدينا الكرام نهاب سلطان بن حبروت بن سلطان الكتبي على المركز الخامس. نعود مشاهدينا الكرام. تسع دقائق عشرين ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية توقيت سراب. تهانينا لسيف بن راشد الشعالي العليلي على هذا الفوز
المميز، بينما المركز الثاني وصل مشاهدين الكرام تمام هنا العمير بسيب معبد المشغوني 9:21 5 من الاجزاء من الثانية توقيت زمني. اما المركز الثالث فكانت الانطلاقات والتحديات منظاري من حل على المركز الثالث لحارب بن محمد بن حمد بصوب اللي اجتبي هنا وسجل 9:28 6 من الاجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.